السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم فاش مشيت جبت الحوايج ديال العيد. هنايا كنتسنى تريبورتور ايوب اللي ديما كنعيط ليه، هو جا شتينا الطريق. الحرارة في مدينة ورزات، الحرارة ديال بصح شتينا الطريق شي تقريبا شي 4 دقايق ديال الطريق ولا 5 دقايق كما كتشوفوا. هاد العام راه كتشوفوا لا بيسينات ديال الدراري الصغار كما قلت لكم، هاد العام الله يكون في العون الدرويش كسابه، راه طغاو ديال بصح يوم لا اله الا الله شي اللي نقدر نقولو، الله يكون في العون وصافي. كما كتشوفوا هنا قربنا نوصلوا، المهم وصلنا. دخلت عند السيد خدينا جوج ديال الحواله، واحد صغير واحد كبير، الثمن اللي هو مناسب.